وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم الصحفي والمحلل السياسي محمد شناوي. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد. أهلين مرحبا، كيف حالك؟ بداية، بعد ارتفاع عدد قتلى عملية فض الاعتصام في الخرطوم إلى 60 قتيل، المجلس العسكري يفتح الباب أمام قوى المعارضة للتفاوض، كيف تلقت قوى المعارضة هذه الدعوة؟ قوى المعارضة رفضت دعوة الحوار وأيضا رفضت دعوة الانتخابات من قبل المجلس العسكري، خاصة وأن العملية الهجومية التي كانت في مقر الاعتصام التي أسفرت عن أكثر من 60 قتيل وأكثر من 200 جريح هي وجدت استنكار كبير من قبل الشارع السوداني وأيضا من قبل القوى السياسية المعارضة. قوى المعارضة الآن هي رفضت كل القرارات التي أصدرها المجلس العسكري من دعوة للحوار وقبول للانتخابات. أيضا يعني هناك رفض من قبل عدد من المواطنين في الشارع السوداني، رفضهم للحكم العسكري وطالبوا بإسقاط نظام حكم العسكر هنا في السودان، خاصة وأن الحكومة الآن تعيش شللا تاما في الشوارع، وأيضا يبدو أن دعوة العصيان المدني الذي دعا لها تجمع المدنيين قد وجدت استجابة كبيرة، خاصة وأن الآن الطرقات مغلقة تماما، لا توجد أي حركة، هناك تفلتات من حين لآخر تحدث في الشوارع السودانية. بعد كلمته في فض الاعتصام نزع أو في كلمته بعد فض الاعتصام نزع رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان الشرعية عن إعلان قوى الحرية والتغيير، ماذا يعني هذا الموقف من المجلس العسكري؟ المجلس العسكري كان يتحاور مع قوى إعلان الحرية والتغيير وهي قائدة الاحتجاجات في الشوارع السودانية، وقوى إعلان الحرية والتغيير هي تضم عدد من القوى السياسية المعارضة من أبرزها حزب الأمة وتجمع المهنيين وحزب المؤتمر السوداني وحزب المواطنين السودانية، وخاصة وأن هذا الكيان يضم أطياف عريضة جدا. كان ردها واضحا حول يعني موقفها من المجلس العسكري، ورأت أنه غير مؤهل لأن يدير البلاد، ورفضت أي حوار مع مجلس عسكري، خاصة وأنه يعني ارتكب مجزرة كبيرة وجدت إدانات واسعة دوليا ومحليا، وحتى الآن الأوضاع يعني هنا في السودان مضطربة تماما، يعني هناك تفلتات، الآن الأجواء العيد هنا في السودان غائبة تماما، معظم الأئمة في المساجد الآن أدانوا واستنكروا هذه العملية باعتبارها أنها لا تمس للإنسانية بأي صلة. طيب، المجلس العسكري أعلن خلال بيانه الأخير أنه سيقوم بإجراء انتخابات خلال 9 أشهر، إلى أي مدى سيسهم هذا الأمر في استقرار السودان؟ بالعكس، هذا الأمر سيزيد الأوضاع تعقيدا، خاصة وأن المجلس العسكري يريد أن يكتسب شرعية من خلال دعوته للانتخابات للقوى السياسية. القوى السياسية بدورها رفضت تماما، باستثناء حزب الأمة رحب بدعوة الانتخابات، لكنه اشترط على المجلس العسكري أن تكون هناك أجواء يعني مهيئة للحوار، وأيضا أجواء للانتخابات أن تكون هناك حريات، وأن تنعم يعني أن يكون هناك السلام يعني عام في ربوع السودان. كل هذه الشروط حتى الآن لم تكن متوفرة هنا في السودان. الأوضاع الآن في تصعيد، قوى إعلان الحرية والتغيير أعلنت العصيان المدني هنا في السودان، خاصة وأن ملامحه بدت تتضح شيئا فشيئا من إغلاق الشوارع هنا في السودان، الطرق تماما مغلقة، هناك شلل تام، هناك انتشار أمني في كل الشوارع هنا
في السودان من حين لآخر نسمع ذوي إطلاق الرصاص في الشوارع الرئيسية بالخرطوم. كان معنا من الخرطوم الصحفي والمحلل السياسي محمد شناوي، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.